انطلقت احتفالية حاشدة أقامها حزب حماة الوطن تزامنا مع ختام تصويت المصريين بالخارج ومع اقتراب بداية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. تهدف الاحتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشدد المشاركون على أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية جديدة تأتي استكمالا للإنجازات التي قام بها ودعما له في حمايته للوطن وأمن المواطنين. منذ انعقاد المكتب التنفيذي لحزب حماة الوطن في شهر يوليو الماضي، وكان أول حزب يقوم بدعم ترشح سيادة الرئيس لفترة رئاسية جديدة، كان ده بداية الأمر. ثم بعد ذلك أصبحت الأمور أكثر سخونة على الأرض، وبدأت الفعاليات لحماة الوطن بداية من التثقيف للمرأة والشباب والتثقيف السياسي في كل ربوع الوطن. حزب حماة الوطن هو أول حزب طالب فخامة الرئيس بضرورة أن يترشح لفترة رئاسية قادمة لقناعتنا التامة وإيماننا بقدرات هذا الرجل. وبقول للمواطنين المصريين الموجودين هنا في الداخل، لازم تنزلوا عشان تشاركوا في الانتخابات عشان تختاروا رئيسكم. احنا بنوعي الناس وبنقول لهم على المكتسبات اللي اخدوها، زي الكرة الكتير قوي الحياة كريمة وصلت ل 4500 قرية ل 175 مركز في 20 محافظة، عملت تنمية كاملة، تنمية انسان، بناء انسان، بناء بنية تحتية. احنا كانت كنيسة بنتحد مع الهيئة الجينية الإسلامية في مبادرات بنقوم بيها مع بعض، بنحاول فعلا ان احنا نوصل لفئات نخليهم يعيشوا ازاي الانفتاح والأخوة وحب الآخر، احترام الآخر، ما فيش تفرقة، ما فيش، يعني لازم يكون في نوع من المحبة، المصالحة، التسامح، وده دورنا كحماة الوطن.